وأنا على اقتناع تام بأن الحصيلة المحلية المشرفة للعمل الحكومي ما هي إلا مداخل حقيقية تعبر عن عمق الطرح الحكومي في تبني حلول هيكلية لقضايا التكوين والشغل والاندماج المهني، لا سيما من خلال مواصلة إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات وتزويدها بشعب ذات إمكانية تشغيل عالية، حيث أن سنة 23 عرفت افتتاح 4 ديال المدن الجديدة للمهن والكفاءات، غتوفر 100 شعبة في 13 قطب بسعة استقبال تقدر ب 12780 مقعد، مع الالتزام بفتح 3 المدن الجديدة في 2023-24 وإتمام الأشغال بجهة الدخلة والذهب. وهو نفس المنحى الإيجابي الذي ميز عمل الحكومة عندما يتعلق الأمر بالديناميات القطاعية الواعدة ببلادنا، لا سيما النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة. فمعاينة المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة صنع في المغرب ليبلغ اليوم ما يناهز 43 مليار ديال الدولار يعني سنويا، خاصة في صناعة السيارات، صناعة الطيران، السكك الحديدية، السفن، الطاقة المتجددة، وإضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، يؤكده بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية. علاوة على الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة الذي عرف استقطاب أزيد من 14.5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار ديال الدرهم، كما كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع للقطاع واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة. وبفضل كل هذه الجهود مكنت الأنشطة غير فلاحية من خلق فرص شغل صافية بلغت 116 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022-2023، على الرغم من التحديات المسجلة، وهو معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال فترة 2010-2015، والتي كانت في مستوى 58 ألف منصب شغل، في حين استقرت عند 66 ألف منصب شغل بين سنتين 2016-2021.